ملف الزمالك طبعا، لان خلاص احنا ساعات قليله وفريقنا هيخوض تاني مباريات الموسم بمواجهه الشرطه الكيني في الكونفدراليه. مباراه حتى لو الناس بتعتبرها في المتناول فهي لا، هي مباراه مش سهله على الاطلاق. صحيح الزمالك كسب 1-0 في الذهاب، ولكن انت مطالب بالمكسب طول الوقت. المباراة اللي جاية بكرة أنا بعتبرها ليه مش سهلة؟ لأن دي آخر بروفة بالنسبة للزمالك لمباراة الأهلي أمام في السوبر الأفريقي، وفي نفس الوقت هي مباراة رسمية. يعني أنت مش بروفة إن أنت رايح مباراة ودية، لا، أنت مطالب بالفوز، والفوز مهم بالنسبة لك جدا علشان أنت تأمن الصعود لدور المجموعات في الكونفدرالية، وطبعا لا شك بطولة قارية كبيرة انت متوج بيها الموسم اللي فات. الزمالك بيلعب على اللقب فيها للمرة الثالثة في تاريخه، ان شاء الله يكون الزمالك لنصيب ان شاء الله الموسم ده ان هو يعني يتوج بيها كمان، وان شاء الله نشوف ماتش مميز ومكاسب يعني كتيرة جدا من الفوز بكرة، لان انا عندي ثقة كبيرة جدا في مستر جامز وفي اللعيبة وفي كل الجهاز الفني طبعا ان هم يقدروا يتغلبوا بكره ان شاء الله على الشرطه الكيني. اتمنى معالجه الاخطاء اللي ظهرت في مباراه الذهاب بكره، لان انا بقول لكم انا بشوف ان دي النقطه الاهم، لان انت ما عندكش وقت كتير. يعني انت يا دوبك الماتش بكره هتلعبه تريح لعيبتك. لازم لو انت هتعتبر ان المباراتين دول بروفا لمباراه السوبر، فانت لازم تصحح الاخطاء. في اخطاء ظهرت لا شك، انا مش هضحك عليك، في اخطاء ظهرت طبعا، وده شيء صحي. والصحي اكتر بقى ان انا اجيب الماتش تاني واقعد اعيده، وان انا اقعد اصحح الاخطاء. انا مش مدير فني، ولكن المدير الفني ده دوره هو الجهاز المعاون، يقدروا يعالجوا الاخطاء دي مع اللعيبه، يختاروا التشكيله المناسبه اللي هيواجهوا بيها المباراه. والاصح اكتر كمان من وجهه نظري طبعا ان انا اموت المباراه دي من بدري، ان انا اكسب المباراه من بدري، ما افضلش للاخر ال 90 دقيقه ما سجلش اهداف. ده اللي انا اتمناه، يعني ان الزمالك يقدر يحرز اهداف من بدايه المباراه عشان جوميز يقدر يجرب اكتر من لاعب. ولان انا بقول لكم هم قد يبدو انه في وقت، لكن ما فيش وقت على فكره. خلاص انت الجمعه اللي بعدها على طول السوبر الافريقي، بنتكلم ديربي قوي، ديربي مهم، مباراه ببطوله كل جماهير نادي الزمالك منتظراها، اكيد كلنا بنفكر فيها من دلوقتي، اكيد كلنا دلوقتي يعني نقطه مهمه جدا كمان بالنسبه لك انك انت تبقى داخل مستعد قوي. فانت لازم تستغل الماتشين دول بالنسبه لك يعني احسن 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 استغلال واقوى استغلال انت بالنسبه لك. دول استعدادك القوي والمنافسه القويه جدا عشان تستعد للسوبر الافريقي من خلال المباراتين دول، عشان جماهير الزمالك مستنيه المباراه دي بفارغ الصبر، مستنيه الفوز والتتويج بالمباراه دي. وفي حاجه كمان ايجابيه حصل الفتره دي الحمد لله، يعني ان انت ما عندكش غيابات، ما عندكش اصابات، وعندك حاجه حاصله داخل الفريق وهي في صالح الفريق جدا. وانا مبسوطه ان انا يعني دي حاجه بقولها دلوقتي، انه يا جماعه الزمالك دلوقتي عنده في كل مركز لاعب واثنين وثلاثه، فاحنا بنتكلم ان في كل مركز في منافسه كبيره جدا ما بين اللعيبه. ولكن طبعا دي حاجه صحيه وحاجه في صالح الجهاز الفني وحاجه في صالح اللعيبه وحاجه في صالح الفريق. كل اللي احنا بس منتظرينه ان شاء الله ان اللعيبه تثبت نفسها قدام الجمهور. احنا منتظرين السوبر الافريقي، ولكن كمان منتظرين المكسب في مباراه بكره عشان تحقق اقصى استفاده ممكنه قبل مباراه السوبر الافريقي ان شاء الله امام الاهلي. ولكن زي ما قلت لكم لازم يبقى احنا كمان خلينا ندعم الجهاز الفني وندعم لعبتنا، ونبقى ماشيين وتركيزنا احنا كمان ماشي معاهم ماتش بماتش، في يعني نبداها معاهم كده في لقاء الشرطه الكيني، وبعد كده ان شاء الله نبدا بقى نفكر في المباريات اللي جايه باذن الله. ولكن كل التوفيق ان شاء الله لفريقنا، ونقدر بكره ان شاء الله نتغلب على الشرطه الكيني، وزي ما بنتمنى كمان نقدر نكسبهم بسكور باذن الله في استاد القاهره ان شاء الله، ورحله الدفاع عن لقب الكونفدراليه الافريقيه.